مساء الخير. الشاشة الوحيدة اللي بتفتح أبوابها للمباراة الثقافية والفكرية هي شاشة تلفزيون لبنان، لأنه رسالتها حضارية إنمائية وتعليمية، ولأنه التحدي الكبير هو البرنامج الثقافي الأول بلبنان، فنحن والمؤسسات التربوية والطلاب منوجه تحية لإدارة تلفزيون لبنان اللي أصبحت رائدة بمجال تطبيق شعارها تلفزيون لبنان لكل لبنان ولكل اللبنانيين. ونحن بحلقاتنا رح نجمع على مدى أشهر كل لبنان من خلال الشباب والصبايا اللي التقوا تيجتمعوا على المحبة وتيكون التحدي بيناتهم تحدي الكلمة والفكرة والبحث. بالبداية منرحب بمعدل برنامج الأستاذ كمال نخلي. أهلا وسهلا. وبضيفنا لليلة السيد بلال درنيقة، صاحب مؤسسة Overseas Educational Agency اللي بتقدم المنح للطلاب. أهلا وسهلا. أما الفريق عن يميني فهن بيت الأديب والعلوم طرابلس، الممثلة بالأستاذ محمد ديب. والفريق عن شمالي حملة النشيد الوطني الدينية، الممثلة بالأستاذ عيسى عبدو. بالبداية منتعرف على مدرسة طرابلس، تفضلوا. محمد رائد ملاح، بيتي معهد الفندقي. ريان كردي، بيتي محاسبة، جمعية بيت الأدب والعلوم. محمد سكام لجي، بيتي جمعية بيت الأدب والعلوم. أهلا وسهلا. محمد إحسان، بيتي. أوكي. جيران خليل، بيتي تروى جاردينير. أكرم حسين، بيتي دو كهرباء. أهلا وسهلا. هلا. أوكي. هلا بننتقل أي ورقة نقيته من 1 لـ60؟ 9. أوكي، لكن مدرسة طرابلس نقيت رقم 9. مدرسة الدنية؟ رقم 1. رقم 1. منبلش مع طرابلس، والسؤال الأول من المرجع، معكم عليه 20 ثانية لتجاوبوا. بماذا تميزت المرحلة الأولى بعهد الرئيس كميل شمعون؟ معكم 20 ثانية لتجاوبوا. بماذا تميزت المرحلة الأولى من عهد الرئيس كميل شمعون؟ فيكم تقول أفكار. تميزت بالازدهار والاستقرار والتنظيم. صح. علمتين لمدرسة طرابلس. هلا بننتقل لمدرسة الدنية، والسؤال الأول من المرجع. ببداية عهد الرئيس شمعون كانت الإدارة ما تزال تعتمد القوانين التي وضعتها أي سلطات. معكم 20 ثانية لتجاوبوا. في بداية عهد الرئيس شمعون كانت الإدارة ما تزال تعتمد القوانين التي وضعتها أي سلطات؟ الانتداب. صح. علمتين لمدرسة الدنية. السؤال الثاني لمدرسة طرابلس من المرجع كمان. ما هي الكتلة السياسية التي نشأت في نيسان 1955؟ معكم 20 ثانية لتجاوبوا. ما هي الكتلة السياسية التي نشأت في نيسان 1955؟ قرب الوقت ينتهي. كتلة الحياز. كتلة الحياز. كتلة الحياز. نعتبرها صح. أوكي. هني عطوه اسم الحياد الإيجابي، بس أنت جوابك في إيجابي اعتبرناها صح. أوكي. نقطتين لمدرسة طرابلس. هلأ مننتقل للسؤال الثاني. على ماذا حرص العهد الشمعوني في السياسة الخارجية؟ كمان معكم 20 ثانية. هيدا سؤال من المرجع. على ماذا حرص العهد الشمعوني في السياسة الخارجية؟ ثلاث ثواني لتجاوبوا.
خلص الوقت. ما في جواب. ما في جواب. على عدم إدخال لبنان في الحرب. في الأزمة. في الأزمة. يعني هيدا بس إنه ما وضحتي لي شيء أزمة. هو الحقيقة إنه هيدا في جزء من المرجع حاطت هالشيء وجزء تاني حاطت، يعني بقدر بعتبر لك علامة صح. لكن علامة لمدرسة طرابلس. ومنكمل مع بيت الأداب والعلوم والسؤال الثالث. عمل فؤاد شهاب في السياسة الخارجية ليأخذ لبنان محله في المجموعة الدولية بانتهاج أي سياسة؟ كمان سؤال من المرجع، 20 ثانية لتجاوبوا. معكم الجواب؟ سياسة الحياد والصداقة. صح صح. السؤال الثالث لحملة النشيد الوطني الضنية. أين جرى لقاء الرئيس فؤاد شهاب بالرئيس عبد الناصر؟ معكم 20 ثانية لتجاوبوا. معكم الجواب؟ منطقة المصنع. صح. علمتين. بحب هون نوركم على شغلي. الحقيقة رئيس شهاب بس بلش عهده كان ظاهرين من الثورة 58، حب يكون منفتح على كل الناس. دعي طيروا على مصر اللي هي كان جمهورية العربية المتحدة مع سوريا، قالوا لا أنا وعبد الناصر نلتقى بمنطقة نصها بلبنان نصها بسوريا. عمروا خيمة من تنك نصها موجودة بلبنان نصها بالأراضي السورية اللي كانت تابعة لجمهورية العربية المتحدة. قعد الرئيس شهاب جهة لبنان، قعد الرئيس عبد الناصر جهة سوريا. هيك قال بيكون لا رهن راحوا ولا نحن جينا. هيدا نوع من الحياد. أوكي. منكفي مع مدرسة طرابلس. والسؤال الرابع من المرجع. تسلم الرئيس شهاب مهامه لكن الثورة استمرت ورافقتها أحداث دامية منها اغتيال صحافي كتائبي، من هو؟ 20 ثانية معكم لتجاوبوا. قرب الوقت ينتهي. ريمو قدة؟ غلط. عندكم الجواب؟ لا ما في جواب. فؤاد حداد. هو الجواب الصحاف اسمه فؤاد حداد كان يكتب بجريدة العمل ويمضي أبو الحن، ما كان يمضي اسمه، يمضي أبو الحن بجريدة العمل. اغتيله ببداية عهد شهاب كانت انعكاس لها كتير قوي وقتها. السؤال التالي لحملة النشيد الوطني. ما كانت وظيفة ورتبة فؤاد شهاب قبل انتخابه رئيسا للجمهورية؟ بعدنا بالأسئلة المرجع. عم تلاحظي ميرا عم نسأله مثل ما قلنا بأول حلقة تكملة التاريخ، عهد الرئيس شمعون، عهد الرئيس شهاب. الشيء ما بيحط ليهم برنامجهم الحقيقة. عندكم الجواب؟ لواء قائد جيش. صح. علمتين. أستاذ كمال ما كان في عماد بوقتها؟ بفترتها السؤال اللي عم بيسأله بلال ما كان في رتبة عماد، كان في بالجيش اللبناني كله لواء واحد، كان اللواء فؤاد شهاب. بعد ما كتر الجيش بدلوا الاسماء، صار في مجموعه الويه تقدروا يميزوا اللواء عن اي جيش، اوجدوا رتبه سموها عماد. منكمل مع السؤال التالي مع بيت الاداب والعلوم طرابلس. قريه قديمه بقضاء سور فيها مغائر صخريه وابار وفخريات رومانيه، ما هي؟ هلا صرنا تاني مرجع، خلص التاريخ مرجع الجغرافيا والاداب والمناطق اللبنانيه. اذا قريه قديمه بقضاء سور فيها مغائر صخريه وابار وفخريات رومانيه، ما هي؟ عندكم الجواب؟ خلص الوقت. اوكي ضنيه معكم الجواب؟ كمان الجواب هو جبال البطن. منكفي مع مدرسة الضنية. والسؤال بيقول بلدة قديمة في قضاء جبيل فيها آثار فينيقية ورومانية من نواويس وأوان خسفية ومغارة طبيعية وعظام متحجرة، ما هي؟ ترتيش. ما هي؟
كمان معكم 20 ثانية لجاوبوا. كمان برجع جغرافيا ومعلومات وقديم. ترتيج هذيك قضاء بحبتها. شو هي البلدة القديمة بقضاء جبال؟ جرد؟ جربوا. في ترتيج تمنين. ترتيج. خلص الوقت. شو الجواب؟ ترتيج. ترتيج. علمتين لضمية. منكفي وننتقل للسؤال التالي مع مدرسة طرابلس. باحث وروائي وصحفي من بيت شباب ترأس مجلة الحكمة، من مؤلفاته قلق بعد العاصفة، من هو؟ كمان معكم 20 ثانية لتجاوبوا. باحث وروائي وصحفي من بيت شباب ترأس مجلة الحكمة، من مؤلفاته قلق بعد العاصفة. زميل؟ نعم زميل. العائلة؟ زبر. شفتي لما عرفتي كنت زعلت انه هيدا من ضيعتي. بدي اقول لك وهيدا عامل حقيقة، انا ذكرت كتابين وعامل 100 كتاب، صاحب ال 100 كتاب، بس نحن ذكرنا اثنين، المرجع ذاكر شوي. اوكي كنت كثير على خاطري. والسؤال هلا لمدرسة ضنية، من اصدر في مصر مع انطوان لجميل مجلة الزهور؟ من اصدر في مصر مع أنطوان لجميل مجلة الزهور؟ 10 ثواني لتجاوب. أمين تك الدين. صح. علمتين لضنية. السؤال التالي مع مدرسة طرابلس، رسام أصولي ينزع إلى التكعيب، هاجر إلى باريس ومن لوحاته رأس فتاة قلقة، رأس فتاة بائس، من هو؟ لكن آخر سؤال من المرجع، ما كن عليه 20 ثانية لتجاوبه. تعرف الجواب؟ هذا من الأسئلة ما يصعب، بس من المرجع حلو. مش مشهور كثير. طلبة بالمرجع. خلص الوقت. صعب. شو الجواب؟ جبران خليل جبران. غلط. مدرسة ضمنية. ما في جواب. ما في جواب. الجواب هو جوزيف ترجان. هلا مننتقل للسؤال الثاني مع مدرسة الضنية، من هو البطرك الماروني الذي قاوم الأمير بشير الكبير دفاعا عن الشعب المرهق بالضرائب؟ كمان آخر سؤال من المرجع، من هو البطرك الذي قاوم الأمير بشير الكبير دفاعا عن الشعب المرهق بالضرائب؟ عندكم الجواب؟ يوسف طيان. صح. علمتين لضنية. هلا مننتقل للمعلومات العامة مع مدرسة طرابلس، ما اسم الدولة التي انفصلت عن باكستان عام 1971؟ كمان معكم 20 ثانية لتجاوبوا. ما اسم الدولة اللي انفصلت عن باكستان عام 1971؟ بنغلاديش. صح. علي بن. قبلها باكستان فصلت عن الهند، كانوا هاو ثلاث دول دولة واحدة. صح. اسمها شبه القارة الهندية، تحولوا على ثلاث دول بعدين. أول سؤال بالمعلومات العامة لمدرسة الضنية، من هو الخليفة العربي الذي حكم أولاده الأربعة من بعده؟ كمان معكم 20 ثانية. هذا مشهور كثير لأنه الوحيد الأولاد وحكموا أربعتهم. بأي عصر؟ بالعصر الأموي، خليفة أموي. عندكم الجواب؟ عبد الملك بن مروان. صح. الحقيقة كان كل ما يموت خي يستلم الحكم خي، كان في الوليد وكان في هشام وكان في مروان، كان هاي ظاهرة بالتاريخ الأمة العربية إنه أمير أو خليفة ولاده الأربع حكموا، هاي ما صارش ولا مرة. ننتقل مع مدرسة طرابلس، والسؤال بيقول، بأي حرب استعملت الأمم المتحدة القوة العسكرية لوقف الاشتباكات؟ بعدنا مكملين مع المعلومات العامة، بأي حرب استعملت الأمم المتحدة القوة العسكرية لوقف الاشتباكات؟
يلا فكروا منيح. الحرب العالمية الثانية؟ غلط. العراق؟ ضنية نعم؟ العراق؟ العراق؟ كمان غلط. الجواب هو حرب كوريا. حرب كوريا. كوريا كوريا. كوريا. لا خلي يصلحوها، لا كوريا كوريا. السؤال التالي لمدرسة الضنية. من هو صاحب القول؟ أفكر إذا أنا موجود. معكم 20 ثانية. من صاحب القول؟ أفكر إذا أنا موجود. نجيب محفوظ. غلط. عندكم الجواب مدرسة طرابلس. الجواب هو رينيه ديكارت. الفيلسوف الفرنساوي الشهير ترجموا له أول وصار مثل دارج. Je pense donc je suis. وأنا أشك. وأنا أشك. إذا أنا دبوس موجود. مننتقل للسؤال الأخير من أول فقرة مع مدرسة طرابلس. من هو صاحب الكتاب الشهير رأس المال؟ من هو صاحب الكتاب الشهير رأس المال؟ يمكن شوي صعبين بس إذا بتقروا شوي. هذا الكتاب يلي ألهم الثورة البولشفية اللي صارت بروسيا سنة 1917 استلهموا منها تعملوا الثورة الشيوعية. كارل شو؟ العائلة جدا هو مشهور عائلته أكثر من اسمه. أطلق الفكر الشيوعي بالعالم شو اسمه؟ صار يسموه الفكر ال ما فينا نحسب نشوف هونيك. عندكم الجواب؟ نعم في. شو بدنا نحسب؟ ماشي. شو بدي أحسب؟ جاوبوا الاسم. أكيد بتعرف أنت بس ما في. كارل ماركس ما في غيره. مع بيكون أستاذ درنايا صار اسمه مثل مارك الماركسي يعني الشيوعي. تحول الاسم على مثل على فكرة الشيوعي. واسم العيلة اللي ما عرفوها. إيه. أوكي. مزبوط. آخر سؤال لمدرسة ضنية. في أي دولة تصدر جريدة درش بيجل؟ إذن آخر سؤال من المعلومات العامة. في أي دولة تصدر جريدة درش بيجل؟ كل يوم بيحطوها بالتلفزيون بيخبروكم عنا كل يوم. خمس ثواني لتجاوبوا. عندكم الجواب؟ كندا. غلط. عندكم الجواب؟ فرنسا. ألمانيا. صح. ألمانيا صح. بنهاية الفقرة الأولى بذكر بالنتائج. بيت الأدب والعلوم طرابلس 12، أما حملة النشيد الوطني الضنية ف 14. نتوقف لحظات قليلة مع الإعلان ومنعود لمتابعة القسم الثاني من التحدي الكبير. مع بداية القسم الثاني من التحدي الكبير بذكر بالنتائج. فريق حملة النشيد الوطني الضنية 14، أما بيت الأدب والعلوم طرابلس ف 12. وهلأ مننتقل للأسئلة بالتحليل الحسابي. ما هو العدد الناقص في تسلسل الأعداد 25 154 1057 7378؟ معكم دقيقة لتجاوبوا على التحليل الحسابي. ما هو العدد الناقص في تسلسل الأعداد 25 154 1057 7378؟
25 ثانية بعد معكم. نرجع نتذكر هاودي ما موجودين بولا برنامج، هاودي يعتمدوا على ذكاء. ما بتعرفوا تحللوا تربطوا الرقمين الأرقام ببعضه. 10 ثواني بيت الأداب والعلوم لتجاوبوا. شو جواب؟ 51625. صح. شرحي لنا شو عملتي؟ 25 كومون 3 بيطلع جواب نضربه ب 6. برافو. هيك مش بهالطريقه. واول سؤال لحمله النشيد الوطني بالتحليل الحسابي، ما هو العدد الناقص في تسلسل الاعداد 12 45 144 441؟ كمان معكم دقيقة واحدة لتجاوبوا على السؤال بالتحليل الحسابي، ما هو العدد الناقص بتسلسل الأعداد 12 45 144 441؟ فكروا منيح، بعد معكم 35 ثانية. بدهم يندبوا ميرا على لعبة السويت نوميريك أكيد، يعني بدها لوجيك. سبع ثواني شباب. جواب 1332. صح. ضربنا بثلاثة وزدنا ثلاثة. زدنا ثلاثة وضربنا. زدنا ثلاثة وضربنا ثلاثة. علمتين لحملة النشيد الوطني. منكفي مع أسئلة التحليل الحسابي، والسؤال هو: استعمل الأرقام 14 54 26 16 4 لتحصل على العدد 500 600. عفوا. إذن السؤال بيقول استعمل الأرقام 14 54 26 6 4 لتحصل على العدد 600. كمان معكم دقيقة لتجاوبوا على السؤال، بعدنا ضمن أسئلة التحليل الحسابي. هون بدهم يعرفوا يعملوا كومبينيزون بين الأرقام. شوفوا العدد اللي بدنا نحصل عليه إذا كبير أو وسط أو صغير. 20 ثانية بيت الأداب والعلوم. فكروا منيح. بدها شغل. بدها شغل. 6 ثواني. 4 ثواني. 2. خلص الوقت. الجواب هو معنا. حملة النشيد الوطني، عندكم الجواب؟ لا. لا. كمان لا. الجواب هو نعمل 14 زائد 16 بيساوي 30. 54 زائد 26 بيساوي 80. 30 ضرب 80 بيساوي 2400. وبنرجع بنعمل 2400 قسمي 4 بيطلع لنا 600. انت رفضت الرقم. إذا انتبهتوا تسكروا عصفورة كنتوا فكرتوا فيها. بس الرقم 4 ما انتبهت له، ما انصمت. جرب يساعدكم. نبلش فيها، يلا ماشي الحال. شباب. السؤال التالي لحملة النشيد الوطني. استعمل الأرقام 8 14 12 6 7 لتحصل على العدد 407. كمان معكم دقيقة لتجاوبوا. استعمل الأرقام 8 14 12 6 7 لتحصل على العدد 407. فكروا منيح، سؤال بالتحليل الحسابي. الحين أنا مبسوط إن الشباب تكنيك، يعني سفيب لزير مش أكاديمي،
عم بيقدروا يتجاوبوا معنا بالأسئلة العلمية والأسئلة الأدبية. يعني حتى في حدا بدهم عم يعمل كهرباء. إيه. يعني هذا بدل إنه التكنيك كمان مجال للسقف وللعلم مثل الأكاديمية. السقف ما بده. قرب الوقت يخلص. ما بده شيء. ما بده شيء السقف. يلا شباب. يلا شباب. الجواب هو عندكم الجواب؟ بيت الأدب والعلوم عندكم الجواب؟ 14 زائد 12 بعطي غلط. في كثير شباب عارفين بس هلا المجال ضيق ما لك طار. رح نعطي نحن الجواب. امبوسيبل. الجواب هو 8 زائد 12 بيساوي 20. 14 زائد 6 كمان بيساوي 20. بنرجع بنضرب 20 ضرب 20 بيعطونا 400. وبالاخير بنجمع 400 زائد 7 بيطلع لنا ال 407. ما قلت لكم فكروا تسكروا عصفوره بتلاقوا الجواب. برافو. اوكي. هلا بننتقل للتحليل العلمي والبيئي. والسؤال هو ترتفع الاحماض الناتجه عن الصناعه عاليا في الجو ويعود الى الارض بشكلين، المطر وما هو الثاني؟ اذا مع بيت الاداب السؤال بيقول ترتفع الاحماض الناتجه عن الصناعه عاليا بالجو ويعود الى الارض بشكلين، المطر وما هو الثاني؟ شباب رح اشرح لكم السؤال ما زال معكم وقت. بتعرفوا انه بيطلع شيء بيسموه الاحماض يعني زاسيل اسيد مش هيك؟ الاكسيد بيلتقى مع الماء بصير بلي اسيد. السؤال انا قلت لكم ينزل على الارض بشكل مطر وبشكل ثاني شو هو؟ عندكم الجواب؟ أمطار حمضية؟ لا ذكر ما نحن قلنا بتنزل أمطار حمضية. شو تاني شكل؟ غبار أو رطوبة. اشرح بعد. غبار أو رطوبة. قربت. قربت. الغبار هي نوع الحبيبات. نحسب لك يا صح عفيف. علامة لحملة النشيد الوطني. ومنكفي معكم بالسؤال ما هو المعدن الذي يحترق إذا وضع في الماء ولا يتأثر بالنار؟ كمان بالتحليل العلمي السؤال بيقول ما هو المعدن الذي يحترق إذا وضع في الماء ولا يتأثر بالنار؟ 8 ثواني لتجاوبوا. عندكم الجواب شباب؟ لا ما في جواب. الفولاذ؟ لا غلط. كيف بيحترق؟ المعدن الوحيد ما بيحترق هو الصوديوم والرديف والبوتاسيوم. هني جروب ان هاو هاو الجروب البلوري ريفيكتور الكترو بوزيتيف دغري بياخذوا الاكسجين من الماء وبيحتروا بقلب الماء. اوكي. لكن الجواب هو الصوديوم. من كسفي مع مدرسه الاداب والعلوم طرابلس. والسؤال هو بالتكنولوجيا ما هي الإدارة الجديدة 2014 التي أطلقتها شركة فيسبوك واللي هدفها إرسال بطاقة فيديو شخصية للأصدقاء لا شكرا؟ إذن بسؤال التكنولوجيا بيقول ما هي الإدارة الجديدة 2014 اللي أطلقتها شركة فيسبوك واللي هدفها إرسال بطاقات فيديو شخصية للأصدقاء لا شكرا؟ عندكم الجواب؟ فضل. ستيكرز بقلب الماسنجر هدول الايموجي. ايه شو اسمه؟ او الانفنت. ايش بدنا اسمه؟ بدنا الاسم. بدنا اسمه. صعوبه اسمه. شو التكنيك؟ ما بتخسر. سؤال عندكم الجواب؟ يوليا. كليب ارت؟ لا. الجواب هو say thanks. بتعرفيها كنت اه؟ اوكي. هلا السؤال لحملة النشيد الوطني كمان بالتكنولوجيا. بماذا يتمتع ويندوز 8.1 فيما يخص الشاشة؟ سؤال التكنولوجيا معكم عليه 20 ثانية. تبقوا حددنا مش بماذا يتمتع، يتمتع فيما يخص الشاشة. مش عايزين نجيب بدنا شيء للشاشة. شو عنده شيء سبيسيال للشاشة تبعه؟ لازم تعرفونها وكلهم كل يوم بتشتغلوا فيها الليل نهار تعرفون. قبضوا على الكمبيوتر. خلص الوقت. شو الجواب؟ 70 غلط. شو بتتميز الشاشة؟ مدرسة الأدب. بس تكبس بالكيبورد فأسة الويندوز بتطلع لك شاشة. الستارت. تغيير الستارت. يعني
مزبوط بتوصلك لوين؟ بتوصلني على السيتنج وعلى الابلكيشن. ايه اوكي، يعني عم بتقولها بالعربي شاشه لوحيه دكتور. لا صح عفيك. علامه للاداب والعلوم طرابلس. مع نهايه القسم الثاني من التحدي الكبير بذكر بالنتائج. بيت الاداب تريبولي 15، اما حمله النشيد الوطني الدينيه ف17. لحظات قليله مع البريك ومنعود لمتابعه القسم الثالث من التحدي الكبير. قبل ما ننتقل للقسم الثالث من التحدي الكبير بدي ارجع رحب بالسيد بلال درنيقة ضيفنا لليلة واساله قديه صاروا عدد الطلاب اللي سافروا من قبلكم وقديش العدد اللي حصلوا على المنحة من التحدي الكبير. اول شيء بحب هني الفريقين اللي هن فرق تقنية وحقيقة الثقافة ما بتوقف عند حد. مزبوط. بهنيهم بقول لهم الف مبروك. نحن دورنا بمساعدة الطلاب للدراسة خارج لبنان. نحن صار عندنا حوالي فوق 500 طالب من 2005 لهلا. من التحدي الكبير صار طالع حوالي 15 طالب وناطرين يلا جايين نشوف شو في بعد. ويعطيكم العافيه. طلاب مصر. مننتقل مع مدرسه الاداب والعلوم طرابلس مع اول سؤال تحليل ادبي وشعري. استنتج الكلمه الناقصه من خلال المعنى والقافيه. أيا رب إن البرد أصبح كالحا وأنت بحالي يا إلهي أعلم فإن كنت يوما في جهنم مدخلي ففي مثل هذا اليوم طابت. شو الكلمة الناقصة؟ معكم دقيقة لتجاوبوا. أعلم جهنم. أكيد صح. علمتين لبيت الأداب والعلوم. هلأ مننتقل لحملة النشيد الوطني الدينية وأول سؤال بالتحليل الأدبي بيقول استنتج الكلمة الناقصة من خلال القافية والمعنى. أحبك في القنوت وفي التمني كأني منك صرت وصرت مني. أحبك فوق ما وسعت ضلوعي وفوق مدى يدي وبلوغي. فكروا معكم دقيقة شباب، هذا بيت شعر عمله الشعر الكبير أمين نخلي. من ديوان اسمه ليالي رقمتين، مع أنه ما تدخل رابطي يعني، بس أنه شاطر كتير كان. هيك نشوف ظني؟ أكيد ظني. علمتين لحملة النشيد الوطني، برافو. السؤال الثاني بالتحليل الأدبي والشعري لمدرسة بيت الأداب والعلوم، والسؤال بيقول أعد ترتيب هذا البيت من الشعر المبعثرة كلماته. الفتى من يموت لسانه عثرتي. يموت من المرء الرجل وليس عثرتي. إذن السؤال بيقول أعد ترتيب هذا البيت من الشعر المبعثرة كلماته. الفتى من يموت لسانه عثرتي. يموت من المرء الرجل وليس عثرتي. 30 ثانية لجيوب. ما بنعرف شو بيدرسوا بالأدب وبالشعر، بيعرفوا الأوزان أو شيء، بس كمان بدلوا شيء صح، يجمع الكلمات مع بعضها خصوصا مع الحركات تبعهم للكلمات، ولازم يجمع الصدر لحال والعجز لحال. هينوا على حالهم يعني. اذا بحب ما زلنا معنا وقت بقلكم ان الاستاذ بلال بقيم هو خيو كان ينزل يشتركوا من عبد برنامج بشيء اسمه سوق عكاظ، كان حافظين مئات الاف من ابيات الشعر. راح ثلاث ارباع. خلص الوقت، عندكم الجواب. من الفتى لا غلط.
يموت الفتى من لسانة عثره عثرة وليس من عثرة المرء يموت الرجل. لا كسرتي. الجواب بيقول يموت الفتى من عثرة لسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل. يعني اللي بيقتل الإنسان لسانه إذا تفركش ما بيموت، بس إذا لسانه طويل ممكن يسبب الهلاك لإله. السؤال هلأ لحملة النشيد الوطني. أعد ترتيب هذا البيت من الشعر المبعثرة كلماته: بلاطي رنوا على ضريحه الفلوس، لكم حياته الكفيل وأنا بردي. حلو هالمطر، حلو هيدا البيت الشعر قد ما كان كريم. ما هيدا المصاري ابدا. هيدا الحقيقه قاله شاعر اسمه تامر الملاط من بعبدا، خيو لشبل الملاط، قاله للمتصرف واسا باشا. واسا باشا كان مشهور اكثر متصرف بحب المصاري وبحب الخشبون البخشيش بيقول عفوا. لما مات فقعوا هالبيت الشعر، حطوا له اياه عبره. بعدين نشوف شو بيقولوا الشباب. بيت شعر حلو كثير، صار مضرب مثل بلبنان. بيت شعره معروف كثير. مزبوط، صار مضرب مثل للواحد يلي يبتز وبيحب المصاري. يردي حياتي. عندكم الجواب؟ تفضل. رن الفلوس على ضريحه على بلاط الضريحه وانا كفيل لكم برد حياتي. فيك صح. فيك علمتين لحملة النشيد الوطني. شفتوا شو حلو هالبيت الشعر؟ قد ما كان يحب المصاري واسا باشا، قال لهم بس مات واسا باشا زدتوا له شوية فلوس بيسمع رنتهم بيقوم. آخر سؤال لبيت الأدب والعلوم بالتحليل الأدبي والشعري. أعد ترتيب هذا المثل العربي المبعثرة كلماته: الجمال الفضيلة قد أما يفتقر إلى فلا الفضيلة تفتقر أبدا إلى الجمال. قد الجمال. إذن كمان معكم دقيقة لتعيدوا ترتيب هذا المثل. هون الشباب يمكن منتبهين في كلمة وراها، هي بدها تكون إلى في وراها جمال، في بعد الجمال، لكن الكلمات هن الفتى الجمال عفوا الفضيلة قد أما يفتقر إلى فلا الفضيلة تفتقر أبدا إلى الجمال. إلى الفضيلة. 15 ثانية بعد معكم. فلا الفضيلة تفتقر. كمان مثل حلو هاي تفيدكم بحياتكم. خلص الوقت. الجواب هو قد الجمال يفتقر إلى الفضيلة فلا الفضيلة تفتقر إلى الجمال. لا سيدي كلمات فيه. يلا شباب إلى شو؟ مدرسة الحملة حملة النشيد الوطني. يفتقر الجمال الفضيلة أما الفضيلة فلا تفتقر أبدا. في كلمات عم ينسوا كلمات. يلا الجواب هو قد يفتقر الجمال إلى الفضيلة أما الفضيلة فلا تفتقر إلى الجمال أبدا. كل واحد منكم نسى ثلاث كلمات ولو لازم تنتبهوا للكلمات وتأيدون. السؤال الأخير بالتحليل الأدبي والشعري مع مدرسة حملة النشيد الوطني بيقول أعد ترتيب هذا المثل العربي المبعثرة كلماته: كالأسد عيش مئة كالنعجة واحد يوم من خير سنة عايشي. انتبهوا على الحركات شباب. وحلو حلو كتير هيدا المثل، بس من وراء الحركات نرجعوا في جيبوه هذيك الساعة اثنين ونجيو بس نسبة ثلاث كلمات كل واحد في تسرع شوي. يعني عايش فكروا منيح شباب.
السؤال لكينا بيقول أعد ترتيب هذا المثل العربي المبعثرة كلماته. كالأسد عيش مئة، كالنعجة واحد، يوم من خير، سنة عيش. عشر ثواني. يوم واحد عايش كالأسد خير من مئة سنة عايش كالنعجة. أعطيت المعنى بس كسرتي. سيتي كلمات. يلا شباب. بيت الأداب ولا لا؟ عايش يوم واحد كالأسد خير من عايش سنة واحد. شو عندك؟ سنة واحدة كالنعجة. عندك مئة ونيز. مئة سنة. طيب أوكي. علامة لبيت الأداب والعلوم. شفتوا شو حلو هالمعنى؟ تكون حياتك مرفوعة طول عسنة ولا تعيش حياتك ذليل. أوكي. منكمل معكم ومننتقل لأسئلة الأحداث يلي صاروا بعام 2014-2015. أول سؤال بيقول كم إصابة سجل النجم الأرجنتيني ميسي في نصف نهائي كوبا أمريكا لعام 2015؟ ولا إصابة. صح. حملة النشيد. السؤال بيقول من هو وزير الخارجية الخليجي الذي توفي في تموز 2015؟ هيدا هين ومشهور كتير. ضل 35 سنة وزير خارجية. الأمير سعود فيصل. صح. علمتين للنشيد الوطني. تاني سؤال ضمن الأحداث يلي صاروا ب 2014-2015، من هي الممثلة العالمية بطلة فيلم مينيونز المنتج عام 2015؟ سمعتك عم بتقول حاضر وهقتك شوي. هيك بنشوف. حاضر بس سمعتك عم تحكي بحالك شوي. حاضر وحاضر بس. بس اسمها الاسم الممثلة الرئيسية مشهورة بلو. إذن 20 ثانية لتجاوبوا عن السؤال، من هي الممثلة العالمية بطلة فيلم مينيونز المنتج 2015؟ بقلو مكرم. لو منا مشهورة ما بنعطي السؤال. مشهورة و كثرة. ايه جواب. خلص الوقت. عندكم جواب؟ اوكي. حملة النشيد الوطني. ريانا. نعم ريانا. كمان غلط. الجواب هي ساندرا بولوك. صح. السؤال الثاني مع حملة النشيد الوطني، من حصل على بطولة النساء ويمبلدون للمرة السادسة بتموز 2015؟ إذن السؤال، من حصل على بطولة النساء ويمبلدون للمرة السادسة تموز 2015؟ يعني مش ضروري دائما نسأل فوتبول، نسأل تنس كمان. مين عارف الفوتبول؟ ما التنس مشهور بس اللبنانيين بيحبوا الفوتبول، قليل بيحضروا التنس. خلص الوقت شباب وصبايا. عندك الجواب؟ سيلينا. سيلينا شو؟ العائلة. شدي حالك شوي. هي مثل التلاميذ عم بعلقوا على العائلة. سيلينا ويليام. صح أخذت العلم أنت. علامة لبيت الأداب والعلوم. ومنكفي معكم بالسؤال الأخير واللي بيقول ما هي العاصمة العربية التي صنفت عام 2015 على آخر لائحة المدن الأفضل للمعيشة؟ ركزوا منيح. ما هي العاصمة العربية التي صنفت عام 2015 على آخر لائحة المدن الأفضل للمعيشة؟ عرفتوا السؤال شو معناته؟ بغداد. صح. علمتين لبيت الأديب والعلوم. كانت أكثر مدينة يعني ما بينعيش فيها قد ما فيها أذاب مشكل بغداد، بينما أول مدينة طلعت فيينا. هذا الفرق، واحدة فوق واحدة تحت. السؤال الأخير لحملة النشيد الوطني، من هي الممثلة العربية التي عينت 2015 سفيرة برنامج الأغذية العالمية لمكافحة الجوع؟ فكروا منيح. حتى مش منا لبنانية، عربية، فما تفكروا حدا بلبنان. من هي الممثلة العربية التي عينت عام 2015 سفيرة برنامج الأغذية العالمية لمكافحة الجوع؟ خلص الوقت. عندكم الجواب؟ شو الجواب؟ لا
معنا جواب. معكم الجواب. بيت الاداب والعلوم عندكم جواب؟ شكرا. الجواب هو هند صبري. الممثلة التونسية هند صبري، صح؟ مصرية. بنهاية حلقتنا منذكر بالعلامات. بيت الأداب والعلوم بطرابلس 23، بالإضافة كمان لحملة النشيد الوطني الضنية كمان لهم 23 علامة. بنهاية الحلقة الثانية من التحدي الكبير اكتسبنا مجموعة كبيرة وقيمة من المعلومات اللي بتتعلق بلبنان وبالعالم وبالعلوم والاكتشافات والتكنولوجيا والشعر والأدب والتحليل الذهني. والفضل الكبير بيرجع للشباب والصبايا اللي حضروا وقاموا بأبحاث قيمة وهامة ومعمقة بكل المواضيع اللي طرحت عليهم. وشو ما كانت النتيجة الكل ربحين، وكل فريق رح يشترك بحلقة تانية، ومن خلال مجموع علامات الحلقتين بتتصنف الفرق اللي رح تتأهل معنا للمرحلة النهائية. وهلأ صار وقت لكم تصبحوا على خير.